ديري لاباس، مرحبا بكم في الروتين الصباحي ديال الدراسة. قبل ما تكملوا الفيديو بغيت نجاوب واحد السؤال اللي تطرح عليا بزاف، اللي هو اش من قسم تقرا في هذا العام؟ المهم انا هذا العام ان شاء الله غادي نقرا في التاسعة، هي اخر عام في الاعدادي. اول حاجه درتي قضيت الفرج ديالي كيف ما كتشوفوا. المهم حطيت هنايا البطانيه وتما كاين المخدات اللي ها المخده اللي كنعس عليها وهذوك هكاك، ولكن في الليل هذوك راه كنحيدهم كنحطهم في الارض، وهاد كنجيب هادو حيت هادوك باردين، وفي الليل كيكون صاد وكيف الصباح كيكون الموت ديال البرد. هاي جايز، كي دايرين لاباس؟ بخير ومزيان وكلشي مزيان. مرحبا بكم في فيديو جديد. سو جايز، الفيديو ديالي ما غادي يكون ماي فيرست سكول داي مورنينغ روتين، غادي ندير لكم الروتين الصباحي ديال اول نهار ديال المدرسه كيفاش غادي ندوزو. غادي ندير بزاف ديال الحوايج كيفاش غادي نوجد باش نمشي للمدرسه a lot of things. فقبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، تابونوا وخليو شي كومونتير، وان شاء الله الا بغيتو ندير لكم الروتين المسائي قولوا عليا في لي كومونتير وان شاء الله غادي نديرو. سو المهم كيف ما شفتوا انا يلاه حكيت سناني، انا يلاه حكيت سناني وصلت وجهي، دابا غادي نمشي نقاد الفطور تقريبا دابا شي 8:30، فغادي نقاد الفطور معكم ونشوف واش باش غادي نفطر. ليتس جو. فبالنسبه للفطور غادي ندير كومبلكس بالحليب عادي، ورا غادي ناخذ بانانا باش ما يبقاش فيه الجوع. غندير هاد الكومبلكس هذا وغندير الحليب. ودابا لقيت هاد البنان، جيت دابا لبيتي باش نفطر، خديت كونفليكس كيف ما كتشوفوا والبنان. سو هو فطوري زوين منتك، غادي ناكل. ها هو، بسم الله. الكوتي ديالي ها هو، دابا خصني غنديرو هنايا في التوت باك، دجاج الشكر عندي راه واجدة، خصني نديرو هنايا. عندي لي بوت الغدا، بالنسبة للكوتي عندي طونيك ورايبي، ها هو ما درتوش هذاك حيت ختي تقطع ليا ولا يهرق ليا، ولا مثلا ما نكملوش نجيبو معايا حتى للدار. وهنايا قرعة د الماء، مرت هاد الماء بارد، هادي فورشيطة باش ناكل لي بوت، وغنديرهم دابا هنايا.
دابا غادي نوريكم شنو عندي في الشكاره زعما شنو لقيت معايا. المهم اول حاجه عندي لا تروس وهاد لي تروس هادي فيها السيلياتو دونك هما ماكم فهمتو لكن لي فو تخو كالكيلاتريس مسبارا. هنايا عندي لايف بلانر ديالي اللي كنت خديتو من اوضاي ستونز وهذا الدفتر ديال الوسخ لك نكتب شي حاجه حيت باقي ما عطانا لومبلو دي طون يمكنش ندير الكتوبه كاملين. بالنسبه لهنا هنايا عندي ستيك اللي هي ديال تحت البيطار عندي معقد وعندي كلينكس عندي السوارت وصافي تشيكي. المهم نورمالمون هادو هما الحوايج ديالي عندي هاد السروال و تيشيرت ولكن انا حاط تيشيرت اخرى مابقاش محتار بين هادو بين هادي انا غنقيسهم ونشوف بعدا كي غتجيني الاولى وكتجيني الثانيه ونقول لختي حتى هي تقول لي دونك غادي نلبس دابا. سؤال هنا في النري بيض و راني حسنت البارح ها هي غادي دابا نلبس حوايجي. المهم غادي دابا نلبس حوايجي ونوريكم صافي كايس فاينل ديسيجن البس صافي لبست هاد التيشيرت مع السروال وصبر ديال انا غادي نوريكم دابا لبسه كيف جاتني ودرت هاد ثلاثه ديال لبغاسلي وصافي دابا انا ام ريدي تو جو خصني غير نحك سناني ندير الريحه ونمشي. اجبال انا نوريكم اللبسه يحيى غادي تخرج من الدار باش نعاونك. شكرا انا غادي نخلي الخميس غادي بحال هكا. اصبري انا غادي نصور عليكم انا غادي نوريكم اللبسه. سو عندي ها هي التيشيرت والسكادو هنا السروال ها كتشوفوا ها هو السبرديله السبرديله دور من الجنب ها هي هذه السبرديله دراسه دابا هاي او يا نانا باي سو ام جوين غادي للمدرسه غادي نبان لكم كنت زعزع لاخاطش راني كنتمشو هز الثقل هادي راه ثقيله سوا غادي نمشي لا بالي لي شي بلاصه نحط فيها التليفون ونوريكم الاوتفيت كامل. بنت لي هاد البلاصه ويلي ما كنبانش في الاصبع هاي لقيت بابا اختي في الطريق غادي للحانوت يلاه. المهم انا قلت لكم انا ديجا معطلو كاس كنصور لكم صافي دابا باي. هادي دابا اصبع قسمين نعاد كنعديت لكم الفيديو في تقبيل مع الرباط للدار ولكن ما قدرتش نصور لكم بزاف صراحه حيت كنت فريمون عيان اليوم اول نهار وفريمون عييت بزاف قلت بقيتي كنتفرج في ابيسود 3 ديال ترو بيوتي هذاك الكي دراما وصافي نزل في 2020 عاد كنتفرج فيه وصافي بقيت كنتفرج في انستغرام وما راهش باش نعديت لكم في الفيديو وتفكرت اني ما درتش لكم لهذا الفيديو فاهي ونسيت. نتمنى الفيديو ديالي ما يعجبكم سو الى عجبكم جايز ما تنسوش ديروا لايك تصوروا في القناه باش يوصلكم اي فيديو انا كندير ان شاء الله. كيف ما قلت لكم الا بغيتو ندير لكم روتين المسائي ديال الدراسه قولوها لي في الكومونتير وان شاء الله غادي نديرو باي.